لكم مرة تانية. وصلنا للفقرة اللي طول الوقت تعمل لنا قلق، لأنه بالتأكيد لما بنتكلم عن كذبات وتحديات في مهنة معينة أو تخصص معين مش كل الكلام هيعجبنا. فإحنا متفقين من بداية الكلام أنه مش كل الكلام هيعجب كل الناس، لكن قد ما نقدر إحنا بنحاول نكتشف شوية كذبات وتحديات بيعاني منها المشتغلين بمهنة السوشيال ميديا النهاردة. الكذبة الأولى لما يقول لك إدارة الصفحة على مدار 24 ساعة. طبعا ده حلم مهم جدا جدا لأي حد صاحب عمل وعاوز خدمة من شركة بتقدم له الخدمة دي. في الحقيقة إنك بتلاقي إن إدارة الصفحة يا دوب يعني على قد الشفت، لو 8 ساعات، لو 12 ساعة يبقى أنت محظوظ جدا، لكن الحقيقة إنك تلاقيها 24 ساعة نادرا. مش عايزة أسأل الناس الكتير اللي معانا. الكذبة الثانية، أقل ميزانية وأفضل ديزاين. لما تشوف الكلمتين دول جنب بعض لازم تشك. ممكن أقل ميزانية وأقل ديزاين، لكن منطق الاتنين قليلين ده منطق يعني صعب جدا. في الحياة احنا عارفين ان لو عايز جودة هتدفع أكتر شوية، فالتسويق العظيم لأنك تاخد خدمة عظيمة على أعلى مستوى بأقل ميزانية صعب قوي، وتحديدا في عالم السوشيال ميديا. كذبة الثالثة، هيقولك البلان خلصانة من أول الشهر. البلان خلصانة هو مستني حاجات كتير قوي، هو مستني الديدلاين عشان يعرف يبتدي اصلا في البلان. الراجل اللي بيعمل لك البلان ده شغال في 100 بلان تانية او 100 خطة تسويقية تانية في السوشيال ميديا. هيقول لك طبعا تقدر تكلمني في اي وقت. دي جملة لطيفة بتتقال للعملاء عشان يطمنوهم انه يقدر يتواصل معاه في اي وقت، لكن العملاء بقى صراحة بيستغلوا هذا الموضوع أسوأ استخدام. وهو بيتقال لك من طرف اللسان، لأن هو مش هيقدر يستقبل مكالمات طول الوقت عشان تقول له ممكن الأخضر اللي على الشمال يبقى فاتح شوية. هتطلب منه طلبات غريبة في أوقات أغرب. كذبة الخامسة، هيقول لك عندنا KPIs. KPIs دي كلمة لذيذة وشيك وأنت مش عارف غالبا معناها وتفاصيلها، فهو يقصد يقول لك إن إحنا عندنا طرق لقياس الأداء. ولما بيقول لك الجملة الشيك دي بتحس إن هو فاهم قوي في الشغل، لكن الحقيقة إنه إن يبقى عندك أدوات لضمان النتائج ده مش موجود غير عند مجموعة قليلة من الشركات اللي فاهمة قوي قوي في الشغلانة دي، والسوق للأسف مليان بمحاولات يعني حسنة النية لأن إحنا نقدم مؤشرات لقياس الأداء. هيقول لك فكرة حضرتك حلوة جدا. طبعا دي برضو نوع من أنواع إن أنا أريح الزبون، بتتقال للعميل لما يقترح حاجة مش عجبانة قوي، بس ما هو صاحب المال يعني، فلازم نقول له كده ونحسسه إن هو أفكاره كمان مؤثرة وكويسة. في بعض الشركات، وده أعتقد إنه من ضمن الحاجات اللي مش مظبوطة قوي في المجال ده، لما يقول لك هزود لك الفولورز 1000 فولور ب 100 جنيه، هي وصلت كام دلوقتي؟ 75 كمان؟ هزود لك الفولورز بأرقام كده غريبة وغير مفهومة، والفكرة دي معناه إنه بيضحك عليك بمجموعة أرقام لن تنعكس لا على التفاعل ولا على البيع ولا على أي خدمة أنت عايز تشوفها على الصفحة بتاعتك. أحياناً هيقول لك الصفحة فيها مشكلة تقنية. دي بتتقال لما حد يبقى عمل غلطة لكن لسه مش عارف يحلها، فبيقول لك إن الفيسبوك فيه تكنيكال إيشو. دايماً الكلام لما بيتقال بالإنجلش بيبان مهم يعني، مش عارفة ليه، بس هي بتتقال. الكذبة التاسعة، هيقول لك هكسبك أياً كان المنتج. وهو في الحقيقة مفيش حاجة كده أبداً في عالم التسويق. مهما كانت الحملة عظيمة جداً والمنتج اللي انت بتقدمه رديء، لا السوشيال ميديا ولا أحسن حد في المبيعات ممكن يساعدك، لكن هو ساعات بيضطر يقول كده. هيقول لك هنضيف لك بصمتنا، وفي الغالب بصمتنا بتبقى ذوقنا أو طريقتنا، وفي الغالب انت شخص تاني مش هتعجبك بصمتنا وهتطلب منه يعملها بالطريقة اللي بتعجبك. دي كانت مجموعة من الكذبات اللي أحياناً بيضطر مسؤول السوشيال ميديا يكذبها على العميل بتاعه لأسباب كتير أعتقد شرحناها. لكن اللي ما تعرفوش إنه حياته مليانة تحديات، من أول عدم فهم الناس أصلاً لشغلانته ووظيفته لحد ظروف ضاغطة هنقولها بعد شوية. زي ما اتفقنا واحنا بنتكلم النهارده في حلقه مسؤول السوشيال ميديا، حتى الاسم بتاع الوظيفه واسع قوي، واحنا عارفين انه اللي بيشتغل في السوشيال ميديا هيقول لنا ايوه مسؤول عن ايه يعني، يعني ما هي فيها تفاصيل كتير. ولانه لسه المهنه دي جديده رغم ان بقى لها سنين برضو،
لكن التحديات بتاعتها الناس مش عارفاها او مش متخيلين انه بيعمل حاجه صعبه يعني. عشان كده التحدي الاول هو ضغط الوقت والشغل. متخصص السوشيال ميديا هو الوحيد اللي ممكن او مطلوب منه يشتغل 100 حاجه مع بعض ويسلمهم في نفس الوقت، والناس بتفتكر ان شغله سهل، فهو طول الوقت مضغوط، وتحديدا لو بيشتغل مع حد مش فاهم شغلانته. التحدي التاني، واعتقد انه ناس كتير وتحديدا اللي بيشتغلوا في التصميم او الديزاين هيحسوا بينا لما نقول تعديلات العميل. العميل احيانا بيطلب تعديلات غريبه وغير منطقيه وغير مفهومه، وطبعا انا مطلوب مني اني افهمها استوعبها، او اني احاول على الاقل اني ما اخسروش تحت شعار انه الزبون دايما على حق. هو في السوشيال ميديا بيسموه الكلاينت، دايما على حق. ضجة الإعلانات، الجملة القديمة دي، لكن العميل بيبقى معتقد كده أنه هيدفع مبلغ صغير لكنه هيبقى متوقع أن السوق كله هينبهر بالخدمة بتاعته لأنه دافع 500 جنيه في الإعلانات، وهيرجع لك ويسألك يقول لك على فكرة أنا جاري اللي ساكن معايا في نفس الشارع ما شافش الإعلان إزاي؟ روح الفريق. روح الفريق دي حاجة من تحديات فريق السوشيال ميديا، لأنه لو واحد من الفريق وقع العملية كلها مش بتكتمل، لأنه هي أصلاً الشغلانة فيها تخصصات كتير لسه كنت بقول لحضراتكم إحنا ما نعرفهاش قوي. لكن في واحد بيعمل تصميم، واحد بيعمل محتوى، واحد بيساعد أن المحتوى ده يتشاف عن طريق الإعلانات، فهم فريق كبير جداً لازم يبقوا هم بيشتغلوا بتناغم مع بعض، ولو ده مش حاصل ده مزعج جداً لكل أعضاء الفريق. التحدي الخامس، مراجعة المحتوى. الناس اللي بتشتغل مظبوط والشركات اللي بتعمل خطة تسويقية مظبوطة بتعمل المحتوى وبتبعته للعميل علشان يراجعه، وبعدين العميل يقول يلا تمام اشتغلوا. أول ما الحاجة تنزل على السوشيال ميديا بيجي لهم المكالمة الشهيرة بتاعت لا الكلام ده مش مظبوط، أنا مراجعتوش. ففي الغالب هو ما بيشوفش الكامبين. حصل أصلا معايا ناس هنا جامدين جدا هو ما شافش أصلا المحتوى لكن شافه لما نزل على الصفحة، فنرجع نبتدي نتعامل مع الموقف ده تاني. التحدي السادس هو المنافسة. إحنا النهاردة في عصر كله تنافسية، ودايماً بنقول كده أنا في شغلتي ومهنتي في 20 واحد شاطرين زيي عاوزين ياخدوا نفس فرصتي. التحدي مش بس المنافسة، التحدي إن أنا بنافس في سوق في ناس كتير بتقدم منتج أقل جودة وبسعر أقل، والعميل مش عارف الفرق بيننا إحنا الاتنين. التحدي السابع هو التطور. طبيعي، واحدة من التخصصات المهمة جداً اللي لازم نتطور فيها كل يوم، لازم أتعلم من نفسي ومن فريقي ومن غلطاتي وكمان من المنافسين بحسب ما السوق محتاج مني أتطور. التحدي ده أعتقد مخصوص لصناع المحتوى. تحدي الفكرة، الفكرة الجديدة اللي هتخلي الكلام اللي أنا بكتبه يتشاف، وهتخلي المتابعين بتوعي يزيدوا، وهتخلي الناس تعرفني وتميزني في وسط الناس. كل يوم أنا مطلوب مني مش بس فكرة واحدة لكن عشرات الأفكار. اللي بيعمل إعلانات وتحديداً الكوبي رايتر بيبقى مطلوب منه أنه يعمل عناوين جاذبة للمحتوى، لأنه سلوك الناس أنهم بيزهقوا بسرعة، ولأنهم بيزهقوا بسرعة فهو عايز العنوان يشده، وده تحدي حقيقي أنك تلاقي حد شاطر يبقى فاهم الناس بالشكل الكافي. التحدي العاشر، ينفع قوي تقول ان انا شاطر جدا في تخصصي ايا كان التخصص اللي هتختاره على السوشيال ميديا، لكن لو مش بتتقن لغه تانية واحده على الاقل انت غالبا هتفضل محبوس في حته صغيره جدا في المجال بتاعك، لانه اتقان اللغات في حاجه نتعامل فيها طول الوقت اونلاين زي السوشيال ميديا بيخرجنا بره السوق بعد فتره قصيره.